النهاردة المؤتمر بخصوص مناقشة القرارات الجمركية، يا ترى ايه اهم البنود اللي هتناقش بإذن الله النهاردة؟ القرارات الجمركية الجديدة طبعا انت عارف حضرتك هي اثرت كثيرا على مجتمع الاعمال في مصر، فاحنا كنا عايزين نعرف ما هو تأثير القرارات الجمركية على مجتمع الاعمال سواء كان بالسلب او بالايجاب. عايزين نعرف برضو هل القرارات دي هتأثر على المستهلك المصري، فكان يشرفنا رئيس حماية المستهلك المصري على اساس نعرف رأي المستهلك المصري في زيادة الجمارك ورأي اتحاد الصناعات المصرية في الصناعة المصرية، هل هو يزيد من المنتج اللي هو يتم استيراده. يعني كان بيقولوا ان زيادة الجمارك دي هتدفع ان احنا يبقى المنتج المصري منتج منافس في الخارج، هل هذه حقيقة ام لا، هل هي فعلا هتعمل تأثير ولا لا. ده هذا هو رأي الندوة اللي احنا بنعقدها اليوم على اساس ان احنا نعرف الجوانب كلها، لان المستثمر برضو في الاخر لازم يعرف ايه رؤية مصر القادمة ورؤية الاقتصاديين في مصر ورؤية الجمارك ازاي، لانه في الاخر هيستورد منتجات، هل المنتجات الغير كاملة الصنع هل هتبقى بنفس التعريفة الجمركية زي الكاملة الصنع ام لا، على اساس ان هو يعمل الجدول الاقتصادية الخاصة به. طبعا احنا يهمنا في الاول والاخير برضو المستهلك المصري. الاقتصاد المصري احنا عارفينه يعني لسه خارج من مرحلة نقاهة، لازم اقول ان هو في مرحلة تعافي، لازم نديله فرصة. فاذا هل هذه القرارات هل هي هتقف في جانب هذا الاقتصاد المتعافي ام انها هتضره اكتر، ده كله عشان كده احنا كنا لازم نتكلم مع رئيس مصلحة الجمارك ورئيس جهاز حماية المستهلك واتحاد الصناعات المصرية على اساس ان نعرف ما هي كل الجوانب اللي هتم عملها. دور الغرفة التجارية الكندية في تنمية الاقتصاد المصري بصفة عامة وتنمية اقتصاد الجمركي بصفة خاصة؟ والله يا غرفة التجارة الكندية احنا بنغطي منطقة الشرق الاوسط، هي احنا تابعين لاتحاد الغرف الكندية في كندا، احنا يعني بقالنا من 2006 في مصر، مكتب الشرق الاوسط هو في مصر، احنا بنغطيها على اساس ان احنا بنعمل ندوات، بنعمل مؤتمرات. احنا عملنا مؤتمرات قبل مؤتمر مارس اللي كان في شرم الشيخ وتم حضور اكثر من 28 شركه كنديه. هذا المؤتمر انبثق عنه بعض الاتفاقيات، تم اتفاق منهم اللي هو توليد الكهرباء باستخدام الطاقه الشمسيه بحوالي 5 مليار دولار، تم عمل خط اللي هو القطار المعلق بين الشيخ زايد ومصر والقاهره وده كان بمليار و100. هذه الاتفاقيات دي كانت بفضل الحمد لله تعالى على استقرار المصري اللي كان متواجد والمؤتمر الاقتصادي اللي حضره أكثر من 2500 مستثمر ورؤية أجنبية، وبنقول إن هم أصحاب القرار في مصر. هل هناك خطة استراتيجية ما بين الغرفة التجارية وما بين الحكومة المصرية للتعاون في رفع الاقتصاد المصري في الفترة القادمة؟ احنا بنتعاون مع كل الأجهزة الحكومية، بنتعامل مع وزارة الكهرباء في موضوع توليد الكهرباء بالطاقة المتجددة، بنتعامل مع وزارة النقل في تجديد القطارات، بنتعامل مع وزارة الإسكان في الطرق اللي هي المرافق اللي في العاصمة الإدارية الجديدة إن شاء الله لما تنزل، بنتعاون مع الحكومة المصرية في مشروع محور قناة السويس، بنتعاون مع وزارة الصحة في التأمين الصحي وتطويره وتدبيره في مصر.